نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء طرح الحكومه لمنتجات بديله لبيض المائده الطبيعي بالاسواق تحت مسمى البيض البودره وقام المركز بالتواصل مع وزاره الزراعه التي نفت بدورها الشائع مؤكده ان البيض البودره المشار اليه متواجد بالاسواق منذ سنوات واضافت الوزاره ان البيض البودره هو منتج مصنع له استخدامات في صناعات معينه ومحدده كصناعه المعجنات والحلويات نظرا لطول مده صلاحيته بينما لا يمكن اعتباره بديلا لكافه استخدامات البيض حيث انه لا يمكن اعادته لاصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض